كنشكر السيد العامل، هو راه طلعت السياحه مزيانه وتعاون معنا وتعاون مع الناس الضعفاء، وحميدين شاكرين. وهنا بلاصه السياحه، الجبال، لارز، كل شيء مزيان. اللي جا عندنا مرحبا به، حنا ترحبوا بزاف. وطا راه مميان، كاين السياح كيجي وكاين كل شيء، راه الحمد لله. مغاربه كاين، اجانب كاين، كل شيء كاين، كل شيء تيجي. وغير كاين شويه عندنا النقص في البشر، مازال ما دخلش في الصيف، مازال العطله مازال كذا. وهنا راه الحمد لله كل شيء نقي. هنايا كاين الحمد العنزي، كاين البقري، كاين دجاج بلدي، كاين كل شيء كنجيبوه، كل شيء كاين، الخير موجود الحمد لله. ارتفاع الاسعار ديال الخضر ما اثرش على؟ لا، هادشي راه قاطع على صاحب القهوي. تجيب دابا الطاجين كديرو ب 60 درهم، الا قلتي 80 درهم ولا 90 درهم تيجي عليه قاصح بزاف. تنديروا حساب ديال الناس حتى هما اللي كيجيو عندنا. زدتوا شويه في الثمن؟ لا والو، ما زدنا حنا حتى حاجه، ما ولفناش حنا نزيدوا. باقي نفس الثمن؟ لا، نفس الثمن. واذا راه تكونوا مقصحين دابا؟ مقصحين حنا، راه مقصحين، وانا ما عندناش تيبقاو فينا الناس الاخرين. السياح كيجيبهم تيخرج ولادو، وتقول لي الطاجين 60 درهم 70 درهم 80 درهم 90 درهم، راه ماشي معقول. راه كلشي غلا دابا، اللحم ب 100 درهم، بطاطا بالفران كخيزو، راه بزاف على صحاب القهوي. لا حول ولا قوة الا بالله، ولا اني اللي عنده شي حفته ما عنده باش يبدلها. هادشي اللي كاين.